اهلا بيكم مره تانية، ورجعنا لكم مع الشيف محمود سعد. والنهارده في فراخ بصوص الباربيكيو وسينابون. ايوه وسينابون، احلى كومبو مع بعض. بسلم عليكي وبسلم على ايمان، والله الحمد لله على السلامه بعد غيابه كده شويه كده صغيرين. وانتي كمان والله وحشتينا جدا، والدكتوره منى عبد الغني اللي منورانا برضو. وبسلم عليكم وكل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا. النهارده ناس كتير طلبوا مني الباربيكيو في البيت، يعني مش عايزين يشتروا صوص الباربيكيو، عايزين يعملوا الباربيكيو في البيت، صوص الباربيكيو. فانا لقيته انه حلو قوي انه يتعمل مع اجنحه الفراخ، فجبت اجنحه فراخ وهنعمل صوص الباربيكيو مع بعض. كمان السينابون زي ما اتطلب الاسبوع اللي فات هنعمله بكل التفاصيل. وفرق السينابون ان العجينه مش مجرد عجينه منفوخه وخلاص، العجينه لازم يبقى ليها طعم وليها مقادير مظبوطه. انا هوريها لكم النهارده مظبوطه ازاي وبكل التفاصيل، العجينه والحشوه والتوبينج اللي على الوش. بس البطله طبعا في الموضوع القرفه. القرفه هي ما هي سينابون، هي بن سينام يعني القرفه عامله شغل في المطبخ النهارده. انا بطمن على الفرن بس لحسن اكون لسه مشغل وطفيت عليه عشان السينابون الريحه بتاعتها تطلع، عشان ابقى ضامن بس ان هي طالعه سخنه وعشان اكلكم النهارده ان شاء الله. ايه رايك يا ما هنبدا بالاجنحه الفراخ ولا نبدا بالسينابون؟ نبدا بالحادق بالفراخ. يلا اجنحه الفراخ، انا جايب حوالي كيلو من اجنحه الفراخ، ممكن يبقى نص كيلو مثلا. بحتاج له معلقه ثوم بودره ومعلقه بصل بودره، دي اجنحه الفراخ. اما الباربيكيو بقى كل اللي جاي كوبايتين من الكاتشب، وربع كوبايه من خل التفاح، وربع كوبايه من السكر، ممكن يبقى عادي مش شرط بني لو مش متوفر يعني، ومعلقتين كبار من الهوت صوص، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من المستردة، ربع كوبايه ميه عشان هو بيغلي على النار، مع رشه ملح وفلفل، ومعلقه كبيره من البابريكا المدخنه. خلاص كده شيف محمود، عايزين نقول ان احنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. يلا. فعندكم اسئله لشيف محمود بعتوا لنا، وهو بيبعتوا. امل شحاته بتقول لك فين الكبسه، عشان قالت لك قبل كده. حاضر. بصي الايام جايه يا امل، يعني هتلاقينا ان شاء الله، احنا هنتاخر بس هنعملها، يعني اكيد هنعملها، مش هنتاخر دي قصد، لا يعني الايام هتلاقينا ماشيين بالتسلسل كده مع الحاجات المبتكره بتاعتنا. طيب اول حاجه بنعملها ان احنا هنحط صوص الباربيكيو على النار علشان يطلع طعمه حلو ووريكوا تفاصيله. كل اللي بنحتاجه ان احنا النار تكون شغاله متوسطه، ونحط كوبايتين الكاتشب مع ربع كوبايه الميه، ونحط رشه ملح ورشه فلفل صغيره، وادي نحط ربع كوبايه من خل التفاح، ومعلقتين كبار من الهوت صوص، وادي ربع كوبايه السكر، كل التفاصيل دي ما تنسوهاش، مع معلقتين او معلقه كبيره. اول مره اعرف بقى ان المستارده بتتحط عليه من المستارده، ممكن تبقى المستارده وممكن حبوب المستارده. خلاص يبقى احنا كده حطينا كل المقادير بتاعتنا، فاضل معلقه كبيره من البابريكا المدخنه. يبقى الله. احنا حطينا ايه؟ نقول تاني بسرعه عشان ندخل على تتبيله الفراخ. وادي معلقتين من عصير الليمون، يبقى كوبايتين من الكاتشب، ومعلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من المستارده، ملح وفلفل، وربع كوبايه سكر، وربع كوبايه ميه، وربع كوبايه من خل التفاح. ونسيب الكلام ده على نار هاديه. والليمون معلقتين كبار من عصير الليمون، دي اول حاجه انا قلتها، برافو عليكي. ونحط اجنحه الفراخ بتاعتنا. اجنحه الفراخ بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه، انا مقطعها قاسمها نصين، قاطع الجزء ده عن الجزء ده ومتنضفه كويس. والايه؟ الكتف. بالكتف. ونحط عليها معلقه ثوم بودره، ومعلقه بصل بودره، ورشه ملح، ورشه فلفل، ومعلقتين من الزيت. يبقى الاجنحه بتاعت الفراخ. بتحبي الاجنحه؟ جدا. بتحبي الاجنحه؟ جدا. طب
ماشي. ام رضوى بتقول لك فين الكوارع؟ ام رضوى اشرف بتقول لك فين يا شيف محمود الكوارع؟ اكتبي بقى فاكر يعني الكبسه والكوارع. دلوقتي استاذه ايمان قالت لك جدا عايزين نسجل الموضوع ده ان هي لازم تدوقها قدام الناس النهارده. انا ما بدوقش السينابون ولا الاجنحه؟ ما بتاكلش ما بدوقش ما بتاكلش احنا اللي انا اللي باكل. بصوا ايش خلاص بين هنا والشفا نعمل الكوارع قريب ان شاء الله نعمل الكوارع ونعمل حاجات حلوه الفقره دي بالكوارع وادي الشكل بتاع الاجنحه كل اللي احنا الفقره دي وانا مستنيكم يعني كل مره ببقى مستنياها انا بدخل دي الفقره يا جماعه مستني الفقره دي على يعني وبستنى اسئلتكم والله وان شاء الله كل الطلبات بتاعتكم مع الوقت هنعملها الكوارع والكبسه وكل الحاجات الحلوه دي مع بعض واحده واحده. أجنحة الفراخ تبلناها بالملح والفلفل مع معلقتين من الزيت ومعلقة توم بابريكا توم باودر ومعلقة بصل باودر. ما حطيناش عليها بابريكا لأن كده كده إحنا لما ندخلها الفرن بصوا بقى بعد ما بتطلع من الفرن هي بتستوي على نار هادية جميلة. إيه ده حلوة المزيكا دي مزيكا حفلة في مزيكا هم واقفين عاملين سيمفونية كده لطيفة لا والجميل فيها إن هي ما نشفتش عشان الأجنحة بيبقى فيها نسبة دهون بتقعد في الفرن حوالي نص ساعه احلى حاجه انها مش متحمره بقى بتقعد في الفرن حوالي نص ساعه وبعدين ما حمرتيش في زيت بقى والكلام ده وبعدين بنحط صوص الباربيكيو انا مجهز هنا شويه اتعلمنا نعمله ازاي عشان هو غالي بصراحه الصوص الباربيكيو. انت حفظتي المقادير ولا اقولها لك تاني؟ لا يا ريت. يلا نقولها تاني. كوبايتين من الكاتشب وربع كوبايه من السكر وربع كوبايه من الخل وربع خل التفاح وربع كوبايه من الميه معلقتين من عصير الليمون ومعلقه بابريكا أيوة. ومعلقه من المستردة مع شويه ملح وشويه فلفل اهم حاجه البابريكا تكون مدخنه. طب حلو جدا. بعد ما عملنا الخليط ده كده هسيب لمها تبدا تقلب دول وعايز اقول لكم ان احنا بنسيبه على النار لحد ما كل الحبات بتاعه الاجنحه تشرب من الخلطه شرب حلو كده وتتغلف تغليفه قويه. بص تقدري تعملي كده مها اوريكي حركه شيلي المعلقه كده. سلمى محمد عندها سؤال يا شيف محمود. يلا سلمى بتقول لك يا شيف محمود عايزه اعرف ليه كفته دايما بتفك مني؟ ما انا برضو عايز اضمن انت اتكلمي على انهي كفته؟ الكفته اللي بتدخل الفرن عمرها ما تفك منك، الكفته اللي بتتشوي على الفحم لازم بيبقى فيه نسبه وتناسب ما بين الدهون 30% وما بين وقطعه اللحمه اللي بتتفرم ما بين الدهون وما بين حته اللحمه الحمراء. ولو بتفك منك في الطاسه انت برضو محتاجه ان انت تتاكدي ان انت مش حاطه بصل يكون مبشور لازم يبقى مبشور ناعم ولازم يبقى من غير الميه بتاعته ولازم لو بتحط لها مثلا رشه بقدونس يعني في وضحي لي السؤال بالظبط بتعملي الكفته ازاي عشان احكي لك ونبقى بصوا بقى حبات ال واذا كانت مفرومه وش واحد ولا وشين برضو يا شيخ مثلا وفي حاجه اسمها وش ونص على فكره وش ونص بتبقى الفرمه بتنزل كامله وش واحد ناخد نصها نفرمه وبعدين نخلطهم على بعض بتساعد برضو للناس اللي بتشتكي ان الكفته ممكن تكون بتفك وبرضو في يعني تركه كده شويه بقسماط ماشي ليه يعني لو عايزه تضمني انها ما تفكش مني انت عملت اخر مره كده حطيت لا حطيت توست او بيضايه وبيضايه طيب احنا هنقول المقادير بتاعه السينابون هي العجينه وحشوه وتوبينج الصوص اللي على الوش فاحنا هنقول الثلاثه ورا بعض وبنحتاج اربع كوبايات دقيق مع كل اربع كوبايات دقيق كوبايه لبن ومعلقتين كبار خميره فوريه وبيضتين ومعلقه صغيره بيكنج باودر وربع كوباية سكر ونص كوباية من الزبدة ده الايه العجينة خلاص اما الحشو بنحتاج نص كوباية من السكر البني وثلاث معالق كبار من القرفة البودرة مع نص كوباية زبدة برضو دول بيتخلطوا عشان الحشوة اما بعد ما السينابون تطلع من الفرن تماما بقى وخلاص بقت جاهزه بنجيب نص كوبايه من الجبنه الكريمي ما تبقاش مطبوخه ما تبقاش بطعم الجبنه الشيدر تبقى بطعم القشطه فقط لا غير مع كوبايه من السكر البودره وربع كوبايه زبده ورشه فانيليا وهو ده التوبينج الابيض المظبوط اللي انتوا بتاكلوه في المحلات. طيب يبقى انا اول النار على دي انت لا استني بقى كده كده هي بالنسبه لدي يا شيخ محمود هنقعد نزقلطها في الباربيكيو ده لحد ما ايه يعني هنوصل ليه يعني لحد ما تشرب تماما لحد ما تشرب وتبقى تمسك نفسك كده تبقى جليس كده لكل قطعه مغلفه بال
مزقلطة مزقلطة عديها عديها بصوص المزقلطة. طيب طيب خالد عبد الرحمن بيقول لك يا شيف محمود مخبوزات كيتو بدقيق اللوز لو سمحت. عينيا عينيا. هو مخبوزات الكيتو بدقيق اللوز لكل اللي عامل كيتو هو دقيق اللوز غالي شويه، فانا بدور شويه الفتره الجايه هعمل لكم مخبوزات كيتو مش بدقيق اللوز بس، هدخل فيها ممكن بعض انواع الدقيق اللي ما تبقاش غالي عشان دقيق اللوز غالي جدا جدا. فان شاء الله ليكم عندي الاسبوع الجاي ان انا اعمل لكم مخبوزات للكيتو بخليط من انواع دقيق كتير ما فيهاش دقيق طبعا، دقيق اللوز نسبه من الدقيق. خلاص اول حاجه بنعملها هنا العجينه بتاعتنا. العجينه بتاعتنا بنحط الاربع كوبايات من الدقيق وعليهم ربع كوباية من السكر وحبيتين كاملين من البيض وربع كوباية من الزبدة. بصوا الزبدة طرية ازاي. وكمان نحط معلقتين كبار من الخميرة الفورية وربع معلقة من البيكنج باودر. يبقى احنا حطينا المقادير بتاعتنا بالكامل هنا، فاضل حاجة واحدة بس ألا وهي كوباية اللبن. بنعجن العجينة كويس جدا، وعجينة السينابون هي مش عبارة عن عيش فينو منفوخ فيه قرفة وسكر، لا هي لازم العجينة تكون متطعمة كويس قوي يكون فيها البيض وفيها الزبدة، وده اللي بيفرق عجينة سينابون عن عجينة تانية. ولازم نعملها بالتفصيلة الحلوة دي عشان في الآخر تبقي حاطة قطعة السينابون قدام ابنك أو جوزك طعمها حلو وريحتها حلوة ومالية البيت خير وبركة. يبقى المقادير بتاعتنا أربع كوبايات دقيق، لكل أربع كوبايات دقيق بيضتين وكوباية لبن، معلقتين كبار من الخميرة الفورية، مع ربع كوباية زبدة وربع كوباية سكر ونص معلقة من البيكنج باودر، ونضرب العجينة كويس قوي. بعد ما تتعجن كويس قوي قوي، طيب اتعجنت معانا وبقت بالشكل العظيم اللي احنا شايفينه هنا ده، واحنا شايفينها وهشة جدا وطرية وجميلة جدا، بنعمل ايه؟ الخليط بتاعنا علشان نعمل الخليط بتاع الحشو بتاعنا يكون عندنا بولة ازاز او عشان انتوا تشوفوها، بس احنا قايلين ازاز عشان تشوفوها كده، وادي الزبدة وادي القرفة بالسكر بتاعتنا، ونقلب الخليط ده تقليبة حلوة لحد ما يكون معجون، ما يبقاش يبقى ماسك نفسه، يبقى متماسك معجون. أول ما يبقى معجون معانا بالشكل الحلو اللي احنا هنشوفه دلوقتي، ما ينفعش يبقى السكر مفرفط. ما تطفي النار على التانية لحد ما جيلك. جوهرة الجنوب يا شيف محمود بتقول لك عندي سؤال، أضيف بدل خل التفاح عصير ليمون على الأجنحة عادي؟ الإيه؟ عايزة إيه؟ لو هي عايزة تحط خل التفاح صح كده؟ خل التفاح بدل الليمون؟ لا خل التفاح، لو مفيش خل التفاح تحط ليمون. خل التفاح مهمة قوي عشان توصل لطعم الباربيكيو اللي أنت محتاجة تعمليه في البيت، لأن ريحته كمان باينة. وجود خل التفاح بالنسبة دي بربع كوباية على كوبايتين الكاتشب هما اللي في الآخر هيخلوا شكل الباربيكيو وطعمه ولونه وريحته حلو، والأجنحة هتبقى منورة بالشكل بالزبط اللي أنت شايفاه ده. وناخد دي بس كده هقدمه هنا، وبعدين ثانية أجيب لك حاجة، وبعدين نروح للعجينة وأوريكم الحشو زي ما كنت محضر هنا شوية كمان، نحطهم هنا كده. إسراء عادل بتقول لك ليه شيف محمود الكيك بتهبط مني، أسيبها في الفرن بعد ما تخلص ولا أطلع؟ أتمنى إن أنا أديكي معلومتين صغيرين تعمليهم بالظبط، ما تفتحيش الفرن إلا بعد 30 دقيقة كاملة، واضمني إنك مشغلة الفرن قبلها على الأقل بربع ساعة إن الفرن سخن. بس وجربي خميرة يعني البيكنج باودر يكون تاريخه كويس. برضو صح؟ تاريخه كويس، طريقة حفظه كمان تبقى كويسة. ما تستخدميش بيكنج باودر مفتوح، ودي حاجة كويسة قوي أحييكي عليها. طريقة حفظ البيكنج باودر والخميرة أتمنى إن هم يبقوا في كيس بلاستيك ومحطوطين في التلاجة عشان مبقاش فيهم رطوبة في التبريد. رقم واحد مفيش رطوبة ومفيش درجة حرارة عالية، فنفقد العوامل اللي بتخلي الموضوع يبقى بس في ناس بتحط في العجينه بعض انواع المشروبات الغازيه اللي هي بتدي شويه سمك للعجينه وبتخليها هشه وحلوه. ماشي، هو في الاخر هو ابتكار ليه علاقه بكل ما هو هيتقلي. يعني انا لو بعمل عجينه مثلا هعمل عجينه حلوه احط فيها صوابع جبنه
واقلي صوابع الجبنه دي. فالعجينه دي حلوه قوي ان انا احط فيها ميه غازيه، خلينا نقول مش مشروبات غازيه، تكون ميه غازيه لان في حاجات سباركلينج ووتر او صودا، فده بيخلي الدنيا دايما فواره. ايه اللي يغني عشان ما نستخدمش سباركلينج ووتر او ربع معلقه صغيره من البيكنج الكربوناتو بالبلدي، الكربونات ومش بكربون، يعني هو الكربونات ربع معلقه صغيره دايما بتخلي المسام بتاعه العجين مفتحه وتخليها دايما فواره بدل ما نستخدم ازازه صودا او ازازه مشروبات غازيه. بصوا ادي العجينه بتاعتنا، بنبدا نفردها من غير دقيق خالص. قولي لولو بتسالك، بتقول لك عايزين افكار للارنبيط وحشوات سبانخ في جلاش، وصفات للسبانخ غير وصفات للسبانخ غير الايه؟ غير الطريقه التقليديه اللي غير الطبيخ العادي يعني. حاضر. وافكار للارنبيط. عايز اقول لك على حاجه بمناسبه السبانخ واللي مها بتقوله، في طبق حلو قوي بيتعمل في ايطاليا اسمه فيورنتينا. فيورنتينا ده بتبقى عباره عن السبانخ، انا في الاخر احنا مش هنعمله بالسمك بس انا بديك الفكره. هما بيحطوا بصلايه مكعبات مع معلقه زبده على النار، والسبانخ بتتجاب خضرة بتتقطع وتتغسل طبعا كويس جدا، وتنزل على البصلايه مع شويه ملح وفلفل اسود وشويه جوز الطيب، وممكن يا كوبايه بشاميل يا كوبايه كريمه. والكلام ده لما بيغلي ريحته بتبقى حلوه جدا مع جوز الطيب والكلام الجميل ده. وبعدين هما بيسووا حته سمك ويحطوا السبانخ في الارضيه والسمكه فوق، وبتدخل فرن جراتان شويه، وفي الاخر بتبقى حلو. انا بتعجبني قوي طريقه السبانخ دي، اللي بصلايه مع فص ثوم ممكن شويه ملح وفلفل اسود، وبعد ما بتتعمل سوتيه تحط عليها شويه كريمه وتتقل. احب الطريقه دي ان انا الفها في حبات الكريب وارش عليها شويه جبنه بارميزان او رومي او جبنه شيدر ادخلها الفرن جراتان. احب ان انا اعملها كانيلوني او لازانيا برضو بالطريقه الحشوه الحلوه دي، وازود شويه جبنه موتزاريلا شويه جبنه رومي. بس فكره ان انا اطبخ السبانخ بالكريمه دي واحط عليها شويه من المكرونه الاقلام او شويه سباجيتي مطبوخين بالسبانخ والكريمه، دي لنا طبخه جانبيه متوازيه مع اللي بيعمله. انت بتحب السبانخ جدا جدا، انا قاعده اسمع وبحفظ. انا بيعجبني الاسئله حقيقه. محمود عندنا دلوقتي خبر رائع، المغرب كسبان 1-0. قولي لي فرحيني، حاطط التليفون جنبي وبتفرج لايف. تحيه لاهل المغرب والعائله. يا رب يبقى انجاز لينا كدول عربيه وكدول افريقيه، ان شاء الله ان شاء الله نعدي. الف تحيه، مش عارف اتكلم، يا رب بس عايز اشوف الجون. لا ما كاس العالم ده كله مفاجآت. بص بقى الحلاوه بقى، ان انت بعد ما تفردي العجينه الحلوه تحطي الخليط بتاعنا ده كده، بتاع اللي هو عباره عن ايه؟ زبده وايه؟ قرفه وايه؟ وسكر. ممكن يبقى عادي عشان ما نصعبش الوصفه على كل حبايبنا، وممكن يبقى ايه؟ بني. خلاص؟ كل اللي انتوا بتحتاجوه ان انتوا بتفردوا الخليط الجميل مع الزبده كده، والحرص كل الحرص ان احنا نعمل زبده دي في الاول كده، سكر بني وقرفه. ايوه. ايه السؤال يا مها؟ احنا ممكن كمان نعملها صغيره كده زي بايت، صح؟ اللي بتقول عليه مها بيتعمل في السويد الصبح، بيفطروا بيه حاجه هي تركيبه اسمها فيكا. فيكا هي قطعه سينابون صغنونه خالص مع فنجان قهوه، يعني الاثنين مع بعض هم ايه؟ هم فيكا. هو بالثقافه السويدي حته السينابون الصغنونه اللي بتقول عليها مها مع فنجان القهوه الاسبريسو او القهوه زي الامريكان كده معموله اسمها فيكا. فانا بحب قوي 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 اي سينامون كبير او صغير، بس الصغير دايما بيفكرني بمين؟ بيفكرني بما الصغير بالظبط. وهم كده ده الفطار بتاعهم؟ ده الفطار اللي بتاع الصغيره دي؟ الفيكا يعني. خلينا اقول ان الفيكا، بص بقى الحلقات الجميله دي شكلها رائع. الفيكا دي وحدها جنب القهوه مش هتكفيكا ولا هتعمل حاجه خالص. واحنا عايزين نضرب الفول والبصل الصبح. انا بس عايزك انت تهتمي البصل. وجود البصل الاخضر في حياتنا يعني لنا حاجات كمان للارنبيط لمشاهدتنا اللي طلبت ارنبيط. من عناية طبعا. شوربه ممكن، سوتيه ممكن، يبقى كريب، وحدات كريب من الارنبيط كده. ماشي ان شاء الله. الحبات دي بعد ما بتتخمر لمده ساعه بتطلع معانا، بندخلها الفرن فتطلع معانا بالشكل اللي انتم شايفينه الحلو ده. طب احنا نستحمل طول الحلقه نشم الريحه الحلوه دي من اول الحلقه؟ يعني حرام عليك غلابه. عايز اقول لكم حاجه،
اخر حاجه عشان وقتنا بيجري، الخليط بتاع الوش اللي بيتحط هو عباره عن ايه؟ نص كوبايه من الجبنه الكريمي مع كوبايه سكر وربع كوبايه زبده، فبيفضل معانا الخليط بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. انا عايز استلف من عندكم معلقه سكر عندكم زبده وجبنه كريمي. قد ايه سكر؟ كوبايه سكر. قد ايه جبنه كريمي؟ نص كوبايه جبنه كريمي وربع كوبايه من الزبده. انا مجرد ان انا احط دي وهي دافيه كده هتلاقوها اتفردت وساحت على الوش. مالكيش في الحلو يا بختك يا منى. ناخد دي واوديها هناك زي ما هي كده، هنا احطها هنا واجيب الاجنحه بتاعتنا كمان الله ونقدمها في الطبق ده. ويا سلام لو عندنا شويه حاجات خضراء. الباربيكيو صوص اللي انت عامله الجوانح دي جنن. ده روزماري ده شويه اي حاجه خضراء لقيت عندي. روزماري على زعتر، ممكن رشه بقدونس خفيفه. بس كده، وادي شكل الاجنحه المفرح الجميل. عبقري يا محمود والله يا عبقري. وحبات ده تسلم ايديكي انت وتسلم افكارك بس. ودايما انت ومها وايمان بس دايما الكوارع بس بتاعت المشاهدين. ها دايما بتوصلوا لي طلبات المشاهدين. بس على الله اعمل تاكلي منها. طبعا ان شاء الله نعمل احلى كوارع ونعمل احلى طاجن كوارع بالصلصه وبالحمص قريب جدا جدا مع الكبسه الحلوه ومع ايه تاني؟ مع خبز الكيتو. خبز الكيتو وخبز النبيت ممكن يبقى حاجات كده رقائق كده. هعمل لكم حاجه بالارنبيت حلو برضه. يا ريت يا ريت. روح ازين الحركات دي. نستبدل بقى الدقيق الابيض والحاجات دي. شيف محمود احنا مبسوطين جدا وبنشكرك وتسلم ايدك. انا اللي بشكرك. ومغذينا كده والحاجات خطيره وروعه ولازم تجربوها في البيت. حلو قوي قوي. للاسف خلص وقت البرنامج، هنشوفكم بكره وحلقه جديده والستات ما يعرفوش يكذبوا. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.